السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى يوسف من جامعة المصرية الإدارية إيجاست من جامعة اسكندرية. البروجكت اللي هتكلم عليه النهاردة إن شاء الله أرتس. بنحاول نعمل أكيوريت من الكلايد بتاعت الإستيميشن سيستم. سيز إنستاليشن أوف فايل ستار أوف إندستريال بارتنر و لاكون بروجكت. فاندد باي إيتيلا فلوز إنتاك بروجرام. بروجرام سوري. اللي هبتدي فيها هتكلم على التيم نفسه. It's good طبعاً في أي project إن يبقى عندك strong team سواء research أو implementation for industry with deployment as in Vodafone. بعد كده هتكلم على problem، أعتقد مش محتاج أتكلم على traffic estimation problem اللي أنا بنعاني فيها، بس هات شوية أرقام وإيه اللي إحنا بنعمله جديد عن solutions الموجودة في الماركت أوريدي النهاردة. ولو في وقت هتكلم على technical some of the technical details and challenges اللي إحنا قابلناها. التيم انا دي اي بروجكت انت على نفسي خلاص كنا سابورتي معانا جاست من فايبس ريسيرش سنتر اللي هتكلم عليه شورتلي والكو بي اي من اندستري دكتور عادل يوسف هو السي او اند فاوندر اوف وايرلس ستار. وايرلس ريسيرش سنتر احنا كنا بنحاول ثلاث سنين في اي جاست من اول ما ابتدت في حوالي حاليا في ثلاثه فاكولتي ممبرز ونمبر بي اتش دي اند ماستر ستودنتس وهدفنا ان احنا يبقى World Class Research Center البداية from virus معانا different expertise from the physical layer up to the application layer. الحمد لله خلال الثلاث سنين اللي فاتت في الورقة بتاعنا نجحنا ان احنا نكولكت مور ذان 15 مليونز جنيه مصري من research funds. ده in addition to publications with awards with patents. فخورين بالكولابريتورز بتوعنا around the world من اليابان في الايست لغاية في US في الويست وانكلودنج ريجنال بارتنرز في الوطن العربي وطبعا جوه مصر. ده برضه الفاوندرز بتوعنا سبورتنج ثرو جراند فاندز انكلودنج انترناشونال ريجنال ولوكال فاندنج ايجنسيز. بالنسبه للايف ستارز هي ابتدت في 2010 فاوند من الكسندريا ايجيبت وكانت برضه ليها فرع في اليو اس واكسباندد ثرو ذا ييرز 2012 فتحوا الاوفيس في القاهره 2013 اوفيس في بيروت و 2014 داني من المجتمع في الجلف اريا وده الفوكس ده on mobile applications which is location based mobile applications. إذا تشوف كمان شوية على قيدة بالترافيك استيميشن بروبلم الكلاينتس توقع من دلوقتي اتصالات بسامسونج ونوكيا واعتقد كيبس اكسباند. فودافون طبعا is the largest mobile operator في مصر و again هنشوف ايه الرول بتاعهم هم اكيد ان هم يبقوا فيرست بايلوت لينا السيستم بتاعنا ان شاء الله لما يبقى ديبلويد. إناف ماركتنج خلينا ندخل على البروبلم نفسها. طبعا الجرافيك استيميشن بروبلم زي ما احنا عارفين كل يوم كلنا بنقابل المشكله دي. لو انا مروح واقدر اعرف اروح عن طريق البحر ولا بورسعيد ولا شارع كبير تود بي جريت مين فيهم اللي مقفول مين فيهم اللي افيلبل. بس احنا واحنا بنبتدي ريسيرش البروبلم دي دورنا على شويه نمبرز تو كونتيفاي البروبلم لقينا في ريبورت من وورلد بانك سنة 2010 بيتكلم على الترافيك بروبلم في ايجيبت. It was designed أو created specially for Egypt. We were surprised to know these numbers. إن إحنا بس لو اتكلمنا عن 11 ميجر رودز في كايرو مش مصر في كايرو بس دي بيكلفنا حوالي 2.6 من 10 مليار جنيه في السنة. بص في مشاكل الترافيك إن أنت تتأخر من مواعيدك إن أنت في حوادث إن في بنزين بيستهلك تلوث بوليوشن نتيجه سي او 2 وهكذا. لو جمعت كل الحاجات دي في جريتر كايرو متروبوليتن اريا اللي هي القاهره والجيزه والقلبيه ده بيعمل 50 مليار جنيه في السنه. رقم يخط بشكل ترافيك بس بتكلم في البلد 50 مليار جنيه في السنه. فده يقول لك طبعا المشكله دي كبيره وان اي حل نقدر نعمله سكراتش بس البروبلم دي تو بي كريت. طيب ايه السولوشنز الموجوده دلوقتي في جلوبال بلايرز وجلوبال بلايرز. جلوبال بلايرز زي جوجل مثلا زي ويز نوكيا معظم الشركات بتعمل الكلام ده في العالم. مشكلة طبعا الكلام ده ان العالم اللي موجود بره مش موجود عندنا. طبعا هم عندهم لوت اوف سنسورز انكلودنج في رود سنسورز في كاميرا انستولد على الترافيك لايتس اند سو اون دي مش موجوده عندنا في مصر. بيأسيو طبعا ان عندهم هاي بنتريشن ريت جي دي اس انيبل ديفايسز عشان يقدر يجيب مكان العربيات. طبعا دي برضه نسبه البنتريشن ريت في مصر مش كبيره. اكشلي وي سربرايز ان موست كومن فون لغايه دلوقتي في مصر نوكيا فون اللي هي الفئات القديمه مش سمارت فونز برضه.
طبعا ده معظمنا بيستخدم سمارت فونز بس بيضيف ريبريزنتيف للناس اللي موجوده في البلد. فده بيقول لك انت لو حاولت تستخدم السولوشنز دي في بلدنا مش هنقدر نجيب اكيوريت برفورمانس، مش هنقدر نحل. وحاجه ميجر كبيره برضه واحد الفوكس بتاعنا هو ما عندهمش اوبن اي بي اي، بمعنى ان الشركات دي كلها بتوفر الترافيك سيرفيس، بتقول لك الترافيك ايه بس سلو ديل بس. ما ينفعش شركه ثانيه ستارت اب مثلا تروح تاخد السيرفيس دي وتبني عليها عشان تدي ابلكيشنز جديده. وذيس از ون اوف اور جولز سواء في البيزنس مين في البيزنس موديل، احنا يبقى عندنا اوبن اي بي اي بحيث الناس الثانيه تستخدمها وتبني عليها بحيث تكبر البنفيت للناس كلها. طيب اللوكال ماركتس اكيد انتوا عارفين معظمكم عارف الابلكيشنز دي، بيقول لك وصلني وطريقي، كل واحد فيهم مع ون اوف ذا ميجر سيرفيس بروفايدرز في البلد، سيلولار بروفايدرز. مشكله زي ما احنا شايفينها يمكن انتوا حسيتوا بيها وهات شويه اكزامبلز عليها، ان معظمهم بيعتمدوا على الجي بي اس. طبعا مش كل التليفونات فيها جي بي اس، لو التليفون فيه جي بي اس مش ترنت اون، حتى لو ترنت اون بيكونسيوم الباتري بتاعتك ويكلي، فانت ما عندكش انسنتف ان انت تشيله شغال. زي ما قلنا من شويه طبعا معظم التليفونات كمان السمارت فونز الموجوده مع الناس العاديه اللي في الشارع. نوت سمارت، بمعنى ان احد المشاكل الاساسيه طبعا بجيب التليفون وانا ماشي على رجلي والتليفون عمال يريبورت ليا ان ده مكانك دلوقتي. طب انا ماشي التليفون ده انا ما اعرفش ده مع واحد ماشي على رجله ولا في عربيه. ان واحد ماشي على لو انا لو هو ماشي على رجله اعتبر ان هو عربيه واقفه لو انا عملت ان هو عربيه. ف we need some smartness to be taken into account. Not scalable بمعنى حاليا ما فيش نو بيج داتا بلاتفورم مستخدمه وفي مشاكل سكيورتي زي ما هنشوف، وزي ما قلنا برضه في جلوبال بلايرز ما فيش اوبن اي بي اي. ده مثال برضه لاحد الابلكيشنز احنا محتاجين ريسك طبعا بس يمكن شفتوه في مشكله في فريشنس. فريشنس بمعنى ايه؟ يقول لك اللاست ابديت مثلا من ساعتين ونص، بمعنى الطريق ده كان زحمه من ساعتين ونص. طب هيتم فيه؟ انا عايز اعرف دلوقتي وانا نازل حالته ايه؟ حاجه ثانيه شفناها في اسكندريه حتى بالذات، طبعا الابلكيشنز الكبيره شغاله في القاهره واسكندريه بس ما فيش في المحافظات الثانيه، نتيجه البنتريشن ريت ونتيجه ان هم مش سكيلبل از وي نيد. المشكله الثانيه كفرج حتى في اسكندريه، يقول لك مثلا الطريق من سان ستيفانو للمعموره. از جرين. طب انا مش عايز من سان ستيفانو للمعموره، انا عايز من سان ستيفانو للمعموره. فدي جرانيوالتي برضه، ودي طبعا سببها ايه؟ اجين مشكلتها سببها الجي بي اس، انت ما عندكش انف جي بي اس سامبلز، فبيضطر يعمل ايه؟ يكونفاين سيجمنتس لونجر مانس. اخر حاجه اللي سبب ده بيستخدم مانيوال ابديت، اللي هو بيعتمد ان اليوزر يدخل يقول حاله الطريق ايه؟ طبعا دي مشكله طبعا تراست وبرايفسي اند سوري سكيورتي اند ممكن واحد لو عايز يوقع السيستم هيك بحيث يديك ماكر بريسنس، طبعا بيحاولوا دلوقتي يستخدموا تراست سيستم بس there are better solutions طبعا دي اونلاين. طيب اللي احنا بنعمله ايه؟ في الكارنت بلايرز مين اللي بيفوكس على الجي بي اس؟ احنا السوشيال سنتر بنحاول نفوكس على كل اللي افيلبل سنسورز. ومينلي اور مين فوكس اون سيل بيست لوكاليزيشن. باي سيل بيست لوكاليزيشن بنعتمد ان كل السيل فونز اللي موجوده سواء هاي اند او لو اند بيقدر يسمع سيجنال سترينث اللي جايه له من الطاوله، اللي هي البارز اللي انت بتشوفها في المحمول اللي قاعد. فلو انا قدرت استخدم السيجنال سترينث دي عشان اعرف اليوزر لوكيشن، ده بيديني معلومات من كل التليفونات اللي موجوده في السوق، مش بس الهاي اند جي بي اس اللي فيها جي بي اس ديفايسز. مش كده بس، انا ما بستهلكش اي اكسترا انرجي، لان التليفون بتاعي وهو شغال هو اوريدي بيجي له سيجنال سترينث انفورميشن دي. فانا عمال اولموست حليت معظم المشاكل اللي موجوده في السيستمز اللي فاتت. المين تشالنج طبعا ان الاكيورسي بتاع السيجنال سترينث مش هتبقى زي الاكيورسي بتاع الجي بي اس. فاحنا السيستم بتاعنا مينلي ابتدينا That's why we need research. ان احنا how to get accurate location estimate from very coarse grain signal strength information. الشغل بتاعنا كان سي فاندد جوجل ريسيرش اوورد يو اس اي، وكان عندنا بروتوتايب وقدمنا على الاي تاك بروجرام عشان ناخد النكست ستيب اللي هي الكوميرشاليزيشن بتاع السيستم. وجزء مهم جدا الارتس اي بي اي اللي انا بتكلم عليه، ان احنا يبقى السيستم بتاعنا اوبن ان اي شركه ثانيه انكلودنج زي ما هنشوف الثلاثه ميجور بلايرز اللي موجودين في الماركت حاليا يقدروا يستفيدوا منها تو بيلد ترافيك استيميشن سيستمز ويستفيدوا منها. ده هو نفس الموتو، ان انا مش لازم بس انا اللي استفيد، انا عايز افتح كل الناس تبقى مستفيده. فالهدف بتاعنا ان احنا نبقى اكيوريت ريلايبل سكيلبل اند اوبن ترافيك استيميشن سيستم. طبعا الباك زي ما قلنا ان انا هخلي
other ICT companies will startups to design their own system based on our API. The mobile operator someone will provide value added service and هو يقدر يبيع information to the customers عشان يعرف the traffic. The government ممكن تستخدمها عشان يقدر بلان ان انا اعرف فين congested area لو انا عايز احسن طرق ايه الحاجات اللي انا محتاج احسن فيها ايه الحاجات اللي تستهلك بنزين اكتر اللي فيها congestion اكتر and so on. كده كمان some technical information دي الـ initial architecture اللي حبينا نبتدي بيها واحنا بنعمل البروبوزل ان انت كولكت انفورميشن من السيل فونز بتعمل الماشين ليرنينج تكنيكس وبتستميت اللوكيشن وبتعمل ترافيك استيميشن وبتريك الاكتيفيتي. طبعا حاليا الـ architecture بتاعتنا is very complex once we started in the project much more complex عن دي لان نتيجه لما بتعمل ريسيرش طبعا الدنيا وقتي you have to control the environment to run assumptions لما بتيجي تروح للرياليتي you are in the wild ما تعرفش اليوزر يعمل فيك ايه. احنا شفنا حاجات غريبه يعني. اوكي. احد المشاكل مثلا اللي بنتكلم عليها ان انت الهيتروجينيوس فونز. الهيتروجينيوس فونز حتى زي ما بنقول الديفرنت فون كابابيلتيز ايفن لو انت بتقيس السيجنال سترينث السيجنال سترينث اللي بوردت من التليفون بتختلف من تليفون اي تليفون تاني. ناو تو تيك ذيس الهيتروجينيوس ديفايسز انتو اكونت. سكيلابيلتي انت دلوقتي بتتكلم على كل التليفونات اللي موجوده في مصر بتبعت لك داتا طول ذا تايم. How can you scale and handle this amount of data? Transportation mode detection زي ما قلنا من شويه انا عايز اعرف ان يهمني ان انا اعرف ان اليوزر موجود في كار ولا في عربيه. لو هو ماشي على رجله مش عايز اخد الكلام ده انتو اكونت، لو هو راكب في اتوبيس مش عايز يجي لي 100 يوزر جوه الاتوبيس يقولوا لي كلهم بيقولوا لي نفس الانفورميشن لان ده بيبايس الاستميتور بتاعي. انا عايز برضه اعمل detection transportation mode عن طريق الديفرنت سنسورز الموجوده في الفون. دي some initial results من الشغل اللي احنا شغالين بقالنا ثلاث شهور شغالين في المشروع ده just location based module بنتكلم على لو انت استخدمت واي فاي based localization بنتكلم على 10 to 20 meters median accuracy في الجي اس ام حاليا بنتكلم على 78 meter accuracy which is very good بس still you need to do much further processing عشان تحسن الاكيورسي عشان تبقى سوبر جرافيك استيميشن. دي برضه الاركتكشر بتاع الجرافيك استيميشن موديول بتاعنا التو كيرفز البلو والريد بيوروا الاستيميتد والاكشوال سبيد. يو كان سي بس فيجوالي دي ار فيري كلوز تو ايتش اذر سو اتس بروميسنج ريزلتس. وانا هقف هنا عشان الوقت. اجين ذيس ار ذا بلايرز اند ام اوفر تو يو. في موضه اللي هي الموبايل فونز كومبانيز ان هو يريليز الداتا بتاعته ان هو يقول لك كل مثلا كل واحد اتصل لا هو تبع حد تاني الكلام ده. فدي الداتا دي هل كونسيدر انك تستخدمها في شركه؟ طبعا هي غير الاول ما اعرفش احد البنفيتس اللي احنا بناخدها من التليفون ان هو بيقدر يدينا الانفورميشن. فايتس ون اوف ذا سورسز اوف انفورميشن ان انت بدل ما يبقى المشكله طبعا انا ممكن مش محتاج فودافون في حاجه عشان اعمل السيستم بتاعي زي الثلاثه ابلكيشنز اللي موجوده في السوق. بس مشكله الكلام ده ان انت محتاج اليوزر ينزل الابلكيشن بتاعك على كل الفيس ان انت بارتنر مع اوبريتور يديك الانفورميشن دي وتديك المعلومات دي على لارج سكيل. احنا اكشلي واخدينها من فودافون وحاليا طبعا عندها ان دي اي ما نقدرش نشارك مع حد. طيب ممكن تعرف الموضوع ده ايه اسئله ثانيه؟